دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار، معتبرة أن حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائها عبر مواصلة العدوان. ودعت عائلات المحتجزين الكنيست إلى إزاحة نتنياهو فورا من الحكم، مشددة على أن رئيس الحكومة فشل في التوصل لاتفاق يفضي إلى صفقة تبادل. كما أكدت العائلات أنها ستبدأ حراكا اعتبارا من الاثنين المقبل أمام الكنيست حال عدم التجاوب مع مطالبهم. هذا وتشهد شوارع تل أبيب وخمسين موقعا آخر بالداخل المحتل تظاهرات حاشدة لمطالبة رئيس الحكومة بإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، متهمين رئيس حكومة الاحتلال بعرقلة التوصل لصفقة تبادل من أجل أهداف سياسية. كما طالب المحتجون بعدم التوسع في العمليات العسكرية برفح الفلسطينية. מכרו לנו את הקונספציה, לכו הביתה!